السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا الورك بوك يونت 7 دي ستيبت 1 صفحة 31، بيقول لي ريد اند كومبليت ذا ستوري، اقرأ وأكمل القصة. شي درينكز ا لوت اوف ووتر، هي تشرب الكثير من الماء. ها، دو نوت ويست ووتر بولي، لا تضيع الماء يا بولي. She stops because she is thirsty. هي تتوقف لأنها تكون عطشانة. Bully is going to the desert today. Bully ذاهب إلى الصحراء اليوم. طب هنا نمبر 1 بيقول لي بولي از جوينج تو ديزرت توداي، بولي ذاهب الى الصحراء اليوم. هنا اقول ايه؟ هنا اقول she stops because she is thirsty، هي تتوقف لانها عطشانة. ده كله هكتبه فين؟ هكتبه هنا. طيب هنا اقول ايه؟ هنا بقول لي بيشرب ميه، يبقى اقول له she drinks a lot of water، هي تشرب الكثير من الماء. ده كله هنكتبه هنا. وأكمل دي do not not water bully، هكتب كلمة waste، الكلمة دي هكتبها مكان النقط. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.